السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل تصميم رياضي أو خلفية رياضية زي اللي قدامكم دي ببساطة بإذن الله وبطريقة سهلة جدا بالفوتوشوب. طبعا اللي عايز يعرف التصميم ده يعني أنا بعمله ليه، أنا إمبارح نزلت على البروفايل بتاعي على الفيسبوك تصويت، الناس صوتت أكتر يعني للخلفية الرياضية، كان فيه برضه تصويت كتير بس كان اللي مع يعني للوجو بس الاكتر منه كان الخلفيه الرياضيه. يعني تابع معايا الدرس عشان تعرف تعمل ازاي، وان شاء الله لما الفيديو يعجبك ما تنساش من كتر الاعجاب باذن الله تعمل لايك وتشترك في القناه. والموديل اللي هو ميسي. طبعا الدرس انا مش هختصر حته القص عشان في ناس كتير بتسال ان هي عايزه طريقه للقص احترافيه او بالبنتول يعني، فانا هقص في الفيديو بس هسرع الفيديو شويه بس انت هتعرف ازاي انا هقص. انا هبتدي الدرس بالبطيء، هبتدي القص قصدي بالبطيء، وبعد كده هنشوف يعني تعمل كده يعني هكملها بسرعه يعني. طبعا انت لو عايز لما بتدوس كده بس بتعملها خط مستقيم، لو عايز تخليها بكيرف كده وزاويه حرك الماوس هتلاقيها في الوسط تعمل معاك كيرفات، انت ظبط ايدك عشان تمشي عليها كده اهو. كده هبتدي دلوقتي اسرع الفيديو. للناس اللي بتسأل وانا بعمل بالبين تول، اما الحتت اللي بحددها بتعملي لون اسود او بتعمل لون مكانها يعني، بتبقى انت هنا مش محدد ديت باس، بتبقى مخليها شيب او شكل ان هي تعمل لك شكل يعني، فانت عشان تعمل بس تحديد اختار اللي هي ديت باس عشان تخليك تعرف تعملها بشكل كويس يعني، يعني اللي هو تخليك تعمل تحديد مش شكل جواه لون يعني. انا والله كنت هعمل الدرس دوت من غير صوت بس عشان انا عيان يعني، عندي شوية برد شوية كحة كوكتيل عاية كده غريب، بس في ناس كتير بتقولي ان يعني الصوت الدرس بالصوت بيكون اوضح يعني، فانا عملته كده يا رب ما كحش بس بصوت عالي في وسط الدرس. في حته زي دي لما توصل لهنا وتبقى عايز تعمل كيرف بسيط وتلاقي يعني وتلاقي مثلا عامل لك كيرف عالي كده وانت مش عايزه يعمله لك هو بمزاجه الكيرف ده، تروح دايس الت ودايس على اخر نقطه انت عملتها، وبعد كده اعمل الكيرف اللي انت عايزه باي شكل انت عايزه براحتك. لكن هو احيانا هو الفيس بيشتغل قصدي اسف الفوتوشوب بيشتغل بطريقه اللي هو انا مثلا عايز الف على الصباع ده، بص بيعمل لي ازاي، هو بيشتغل بطريقة انسيابية بيشوف اخر كيرف يعني واخد زاوية ميلان قد ايه وبيعمل اللي بعدها بنفس زاوية الميل بس في الاتجاه العكسي عشان يبقى شكلها يعني منسجم اكتر يعني فيها تجانس في الاصل. فلكن انا مثلا مش هينفع معايا التجانس ده يعني، فانا عايز اعملها بشكل معين، فانت دوس الت وبعد كده دوس على اخر نقطة هتلاقيها اتعملت لك كده. كده تمام انا كده قصيت الصورة اهي. طبعا لو حد لاحظ انا مقصيتش الشعر باتقان يعني، لان انا مش هحتاج اقص الشعر باتقان، لان انا بعد ما اخلص هدوس هجيب اداة البين تول تاني واعمل وادوس كليك يمين واختار ميك سيلكشن
طبعا بالنسبة لكل واحد برشلوني حاب أقول له تحية خاصة لأن أنت حبيبي، ولكل واحد مدريدي أنت حبيبي برضو، وآسف إن أنا بشتغل على صورة ميسي إن أنت أكيد متضايق من كده، بس أنا برشلوني أعمل إيه بقى؟ معلش. فلكل واحد مدريدي بيتفرج أنا آسف على الصورة لو مضايقك، بس الدرس إن شاء الله هو اللي هيعجبك. وانت عامل تحديد اخش على اختار، هتلاقي هنا خيار اسمه reference age، وانت مختار اي اداة تحديد وهتلاقيها ان شاء الله عملت لك، وامشي على الشعر كده عشان تخليها كل شعرة باينة يعني. دوس اوكي، الشعر شكله اوكي، انا عارف شكله غريب بس هو ان شاء الله هيتعمل. دوس كنترول جي، الصورة اهي، دوس كنترول جي تاني بقى عندنا الشعر كده. تمام، انا هنا عندي الحتة ديت مش مقصوصة، ينفع توصلها بالبين تول او بأداة الكويك سيلكشن تول، بس برضه بيبقى القص بتاعها شكله غريب شوية، فمحتاجين نستخدم الريفرنس ايدج ديت. اوكي، دلت بسيط. زود الكونتراست شوية ودوس ديليت. الناس اللي بتسأل انا ازاي بصغر وبكبر الفرشة من غير ما اطلع القايمة، دي بتبقى بحرف الدال وحرف الجيم او اكبر منه واصغر منه، بتعمل نفس الموضوع يعني، الاكبر من بتكبر والاصغر من اكيد بتصغر. نختار من هنا الدايرة عشان نقص الكرة، عشان مش لسه هنحدد كور. انت ممكن تجيب صور كور جاهزة لو انت مش عاجبك الكورة اللي في التصميم، بس هي موجودة. تمام، ناخدها بالنجيلة زي ما هي هتبقى تتقص هناك، ناخد الصورة ونحطها هنا. طيب نيجي بقى دلوقتي عند حتة تظبيط المقاسات. أول نصغر، بص هنا بالنسبة للصورة الحقيقية بالنسبة لميسي عاملة ازاي اهي، يعني شكله بالنسبة للصورة كبير، فاحنا هنا ما ينفعش نخليه كبير قوي الا اذا قربناه من الصورة قوي، لكن ما ينفعش مثلا نخليه كبير كده ونحطه هناك، لو هتحطه بعيد كده يبقى تصغره. دي احنا نخلي النسبة يعني كده ونقربه لان هو كبير كده. تمام، عايزين نعمل تظبيط اضاءة، هنخش هنا على الاول، هنخش على الكاميرا رو فلتر، واللي ما عندوش الكاميرا رو فلتر يعني انا هنا هظبط الوان، مش محتاجه يعني ان انت تحملها مخصوص، ولو محتاجه تقدر تحمله بس مش بيتحمل لوحده، بيتحمل مع الفوتوشوب. انا قللت الهايلايتس وقللت الشادوز وهدوس الت واجيب الابيض على الموجب والاسود على السالب، الاضاءه شويه زي الصورة قصدي شوية. تمام، الشعر قصة الشعر مش مظبوطة شوية لأن الصورة ديت هو شعره فيها صعب والألوان بتاعت الصورة صعبة. في الأول نعمل نيو لاير، نختار إضاءة بيضة يعني فرشة بيضة تكون ناعمة، وابتدي اعمل دوائر إضاءة هنا وهنا، واحدة جاية كده كبرها قد الشمس كده ودوس كذا دوسة. تمام، نيجي هنا عايزين نقص ديت الكرة،
ونقص عند رجله كده عشان نعمل أكن رجله داخلة في العشب الأرض النجيلة. اعمل ماسك أحسن وهات الفرشة السوداء وابتدي امسح بس بشويش عشان متاخدش معاها كتير. تمام كده نقدر نعدل الالوان بطريقه بسرعه وسهله من الكالر لوك اب. تختار من هنا حاجه مناسبه يعني، تمام دي كويسة. عايزين نعمل حدد لاير ميسي واعمل فيزر وخلي النسبة تمام ماشي. وانت تعال عند الماسك كده ودوس كنترول شيفت اي ودوس الت ديليت. نعمل هنا ظل الميسي يعني نعمل له ظل قدامه، هات فرشة بيضة واللون اسود واعمل تحت الكورة هنا وقدام رجليه وقدام الكورة وهاته تحت اللاير بتاعه وقلل الأوباسيتي جدا يبقى تحتي. نختار نعمل كالر لوك اب ونختار من هنا فوجي اف 125 كوداك، ديت خلت لنا الالوان شبه متجانسه شويه. عايزين نعمل بقى جريدينت ناحيه منه باللون الكحلي ده والناحيه التانية باللون البرتقاني ده، لان احنا نلاحظ الصوره عليها الالوان دي فنختارها كده ونعمله بالعرض ونخلي اللون مثلا اللي نخليها عليه سوفت لايت. اوكي ما ينفعش سكرين هيبقى فاتح قوي او ملتي باي غامق قوي فهنخليه سوفت لايت. ينفع نفتح لاير ميسي شوية تمام، اعذروني طبعا على قصة الشعر عشان انا عشان الدرس برضو ما ينفعش اطول فيه اكتر من كده. وممكن نكتب مش لازم يبقى فيها كتابة يعني بس احنا ممكن نكتبه بخط صغير، نكتب ليو ميسي تمام كده. خليها هنا كده خط صغير او ممكن تخليها على جنب اصلا هنا بس احنا نخليها هنا او فوق هنا ورا الاضاءة. تكتب هنا مثلا the man of match. بعد كده ندوس Alt Control Shift E وممكن نعملها بالأبيض والأسود بس مش هتبقى حلوة قوي، بس ممكن نحط لها Color Lookup وأعتقد إن اللي هيبقى لايق عليها أكتر هو ال Drop Blue أهو ده بيهدي درجة اللون دوت شوية. وكمان ممكن نعمل هنا هيو ستيويشن عشان هيو نختار الهيو عشان الأحمر زيادة أوي.
ممكن نقلله يعني، نهدي الزهوان بتاعه شوية وبس. إن شاء الله يبقى يعني صورة النهاردة عجبتكم. أنا عملت يعني عشان تبقى يبقى باين فيها يعني يبقى باين إيه اللي أنا عملته، أنا عشان الأبعاد بتاعت الصورة وكمان الإضاءة وتغيير الألوان والقص، بس طبعا عشان ميسي خذلني بسبب قصة شعره، بس عشان انا اتأخرت فيها يعني انا ما عملتهاش عشان وقت الدرس. اتمنى يكون درس النهارده عجبكم ان شاء الله، ولو عجبك فعلا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة و يعني تدوس لايك لو عجبك، وكمان لو عجبك الفيديو قوي يعني يا ريت تعمل له شير عشان الفايدة توصل للكل. اشوفك في درس جديد ان شاء الله. كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف توتوريالز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.